نعطي الكلمة للمواطنين عن طريق منتخبهم، هم اللي يعرفوا خبايا التنمية ومقومات ومكونات ومكامن الطاقات اللي موجودة في كل منطقة. إذا كان جزنا فتنا إن شاء الله من المجلس الشعبي الوطني ونطبقه عن طريق أسسنا البرلمانية، راح نطبق هذه الأمور وإن شاء الله نبدأ نخرج من الأزمة شيئا فشيئا، فقط في شرط، شرط أساسي أن نتوحد بيناتنا، نرص صفوفنا، وإذا كان رصينا صفوفنا راح يكون القوة فيها إن شاء الله، الوحدة في القوة، والقوة تمكننا من النجاح.